ثاني. اوكي، اليوم راح ناخذ محاضرة مهمة عن perform calculation on data. انت من تشتغل ويا data، والاكسل شغلك على data وعلى ارقام، شلون اسوي وياها calculation، شلون اسوي formula. اوكي، فمن خلال الفورمولا والكالكوليشن انت تقدر تستخدم الاكسل وتتحصل على النتائج اللي انت تحتاجها. فخلينا نفرض هسه هذا الفايل. طبعا اعطيتكم براكتس بنهايه الشابتر والفايلات موجوده، وطلعتكم اللينكات هذه مال ماده البراكتس موجوده، تقدرون تنزلون الملفات اللي تحتاجها، والماده كلها مرفوعه بالبروفايل الاكاديمي مالي. فلنفرض هسه هذا اكسل. اوكي، يحكي على المايلز الكارز درايف ثرو ذا ويك. هاي الفييكل اي دي مثلا، وش قد مشت بموندي، وش قد مشت بتيوزداي، وهكذا. فاذا اريد اعرف اني مثلا التوتال، وش قد هاي السياره مشت خلال اسبوع، خلال هاي الاسبوع ايش كم مايلز مشت، والافريج، وهاي السميشن، هاي المعادلات اريد انا اشتغل عليها. اول شيء ترتيب، مثلا ترتيب التيبل مالي يساعدني على انه بيانات استحصلها. مثلا اخذ التوتال لكل للفايكل، فور ايش فايكل بير ويك مثلا ايش جيت، اقدر اخذ توتال كم المايلز مشيت السيارات، وبعدين اضربها مثلا في فاكتور اللي هو خلي يقول انا هل قد سنت دا اصرف او قد دولار دا اصرف على المايل بنزين. فمعناته اني مثلا هل قد صرفت بس بنزين. اوكي، يقدرون يحسبوها شيء يعني، هاي تحسب عليها. شغله حلوه بالعكس، اقدر اتعامل ويا هذا التيبل او هذا البيانات اللي سوي له اسم، هذا اسميها مثلا، هالبيانات اسميها انا، وكل ما اريد اشتغل على فد معادله او اريد اشتغل عليها ما يحتاج اجيها ولا احتاج اجي احددها، بس استدعيها بالاسم. وشو راح اقدر اسوي له اسم مثلا هاي البيانات، اجي احددها، اروح على الفورمولا. اوكي، اكو شيء اسمه نيم مانجر، ادوس عليه، اختار النيو، حيقول لي انا هذا هو الرينج مالي. الرينج مالي هو من جد سي 4، مو صحيح، سي 4، وجد هذا سي 4 إذا الرينج مالي اتش جي 30، اتش 30 بار اتش 30 سي 4، لو تلاحظون اوكي سي 4 اتش 30 بهالشكل، هذا الرينج مالي. فكل ده ياخذ من سي 4 لحد الاتش 30 الرينج، هذا هو الرينج. انا شو اريد اسميه؟ مايل مثلا ويكلي، سميت انا دا اسمي مايلز ويكلي، انا جيت استخدم مايلز ويكلي هذا، فهاي موجودة عندي البيانات. بس انا نضاف عندي، شوف مايلز ويكلي هذا النيم، هذا بي بيانات، هذا بي هذا السكشن. أنا أجي مثلاً أوكي ثانك يو، أريد أسوي له إديت. أوكي، أقدر أسوي له إديت، هنا أغير الرينج مالي مثلاً، مو إنش 30، أسوي مثلاً إتش مثلاً 12، فلنفرض إتش 12، تغير هسه عندي الرينج، هسه يعني صار لي مو لحد هنا، صار لي حد هنا. أرجع أريد أسوي له إديت، لا أرجع هذا خطأ. أوكي إتش 30، ما عندي مشكلة، عدلته ما اسويك لي اي 30. اريد هذا السلكشن مالي امسح، هذا اسميه رينج، انا اقدر احدد لي رينج واقدر انطيه نيم، فهذا هو اللي اسميه احنا رينج، انطيته نيم الكل رينج انا اشتغل.
هذا حيسهل لي هواية. مثلا هسه انا هنا كلوز، انا هسه بهذا الشيء اريد اقول اريد اسوي فورمولا، من اريد اكتب فورمولا احدد السيلز اللي انا اريدها وانسيرت فانكشن، هيقول لي مثلا شو اريده. راح يقول له ماكس المن، فراح احدد القيمة مال اللي هو النمبر، او احدد انس هاي الطريقة. على قيمة افتح على هاي، لقيتوها هنا موجودة ولا بس كتبت ام ماز ويكلي، هو اللي قال لي اعطاني اياها بالسلكت 150. بيعمل وينها؟ بياناتها وينها؟ غير شيء. ملاحظين؟ هاي كلش فادتنا. اجي هنا هسه يعني بدل ما اجي اقعد احدد كل شويه، هذا النيم رينج كلش مهم العمليه. هاي بروفيشنال طبعا، هاي ما اسوي انا دعمك على ترك شويه بروفيشنال، لا حتى كتب لي اعطيك اشارات شويه يعني مو واحد واحد. سوي مثلا ساي هنا اريد اخذ السميشن مال هذا، اوكي مثلا مال هذا الرينج، من اريد اخذ السميشن اما اكتب هنا يساوي او اكتب هنا يساوي ما اقفل. اجي على انسيرت فانكشن سم، اوكي حيقول لي الرينج، حيقول لي من هنا انا واجي تحدد رينج نفس الطريقة مثل ما اشتغلنا بالوورد سابقا، اللي هو شلون تعلم يعني الموف باستخدام الكيبورد. اذا ادوس شيفت واخذ الليفت بدي اخذ واحدة واحدة، يعني هولد الشيفت، بس انا شفت اسوي هولد الشيفت دام شبيهم، هذا الرينج اللي انا اريده. انا اريد اعرف هاي الفيكل ازقد لتمشي بالاسبوع. هاي الطريقة طبعا، هاي اذا باك بعد حيحسب وراها قدامه، من شيفت بواحد او دا امشي الايرو يمشي لي واحده واحده، اذا شيفت كنترول راح يمشي لي الى اول بلانك. شوف هسه مره واحده هذا من وباك رجع لي الى اول بلانك فوق هنا. فاني مثلا اريد هذا الرو لحد الساترداي اللي 165، ادوس دائما شيفت كنترول اسوي لهم هول، ادوس الرايت حدد لي اياهم كلهم، هذا ريزلت هذا هو الرينج، احسب لي هذا هل قد الرينج مال هذا بي. هذا الويكلي اريد اطبق هاي الفورمولا على البقيه كلهم، اسمي لنا تقدر ارجع هنا طبقت كلهم ما عندي مشكلة. هسه هذا صار نعم شلون؟ أو شو صار كان؟ هلو شو السؤال كان؟ من اللي سأل؟ طلع يعني واضحة الخطوة إلى حد الآن؟ واضحة؟ ألو واضحة واضحة ما في مشكلة؟ أوكي الثاني هذا أنا أسب سويت فانكشن، فانكشن أما بدنا أختارها، أجي أنا على السيلز الفارغة اللي أريد أشتغل عليها أو أجي هنا مثلا هاي السيلز، أقدر أما أكتب يساوي هو حيطلع مثلا إذا أنا أعرف شنو اسم الفانكشن مثلا أول لتر من عندها حيطلع لي مثلا سام. هاي سؤال اريد مثلا ماكس، اوكي ماكسيموم راح اعرف انا اريد المن، اريد للرينج اللي انا اختاريته فوق اختار اياه، حدد اكبر رقم موجود، يعني هذا اكثر مايلات استخدمت هي هاي هذا الرينج.
اريد اسوي اني هذا مثلا الويكلي واضربه في رقم، اللي هو خلينا نقول انا اصرف على كل سيارة، على كل مايل مثلا اصرف 0.5 سنت مثلا، على كل مايل انا اصرف 30 سنت، معناتها كم دولار انا صار بالويك. فاذا اريد اسوي شكل معادلة شو اقول؟ هاي شو يساوي؟ اطلع طلعت من عدد ست الاكسل، طلعت منه هسه ايكول شنو مثلا شو يساوي هاي القيمة مكتوب هاي مثلا هي 825 مايل، اذا كل مايل مثلا 30 سنت تكلفني بنزين، نقول هاي تراكات تريلات تصرف هاي غاز غازولين او لا ذول الديزل، يعني خلينا نقول يصرف لي مايل 20 سنت، بوينت تو 20 سنت يعني صارف 165 دولار مثلا في الأسبوع. هاي السيارة هلقد صارفة مصاريف مثلا، إذا أنا أريد لي كل سيارة أجد كل سيارة هلقد صرفت مثلا، أريد أعرف مجموع أريد أعرف من المجموع مال الدولار والمجموع مال أنا إيش كم مايل ماشي سيارات التوتال صم، وأحدد الرينج هذا أجي أحدد الكيبورد بطريقة أخرى. ده يقول لك name error، فنقدر أصلا نسوي invalid name error edit formula، هاي من not checking مثلا، عندك help with this error short calculation steps يطلع لك من ويندوز يقول لك انت جاي تسوي معامل السام على هذا الرينج evaluate، هيقول لك هذا name error. طبعا احنا ناخذ بس name error، معناتها اكو فد اسم انت ماركه ما يعني ما مكتوب بشكل صحيح. هذا يساوي لي وصار عندي خطأ في السلكشن بالرينج، لهذا طلع لي سام. بحدد الرينج سديته على المجموع طلع لي هذا وهذا، لو الدائرة الاثنين خذهم نفس الفهم. أني توتال ماشي سياراتي 7579 مايلز، وأني صارف بنزين في الأسبوع 1515 دولار. هاي مصاريفي، يعني هل سيارتي ماشية كذا، هاي مثلا تفيدك. هاي فانكشنز، هاي المعادلات شلون تسويها؟ بس تكتب يساوي وتطبق الفورمولا، هناك كم انواع من الفورمولا عندك، تكتب هنا فورمولا او تدوس على هاي الاف فانكشن طلعت انواع من الفورمولا، هذول الموست بوبولار. راح نجي على الناو، اكو فد فانكشن اسمها ناو نحتاجها، هاي دائما حطيناها بالتو او بالاي ناو تساوي دي تاخذ وتتكوت ايش تعطيك؟ تعطيك الديت والتاريخ مال اليوم، انت شو جاي تشتغل هسه وين، هاي تعطيك اياها ناو، هاي تحتاجها دائما تصير يعني ناو April 2nd هاي التاريخ الساعة 2:02. اكو فانكشن كلش مهمة يحتاجوها اصلا جماعة ال انت من عندك مثلا كذا تاخذ قرض وتسدد تسدد عليه فوائد وامور، موجود هي بالكتاب وهي هنا هسه موجود في عندك شو غالب مثال منطقكم اياه PMT
بي ام تي فانكشن مثلا، انت ايش قد ماخذ الداله ماله، هي عباره عن ريت، انت ايش قد ماخذ يعني ايش قد نسبه الانترست اللي راح تدفعها فائده مثلا مقابل اللون مالك، مثلا راح ادفع 5% 6% 4% 10%، اوكي انت على كم شهر؟ على 12 شهر، على 24 شهر، على 65 شهر، اوكي ايش قد ماخذ انت فلوس؟ وهنا ايش كم شهر؟ ايش قد ماخذ انت فلوس؟ راح تسدد بداية الشهر لو بنهاية الشهر، أكو عندك دفعة راح تظل لو ما عندك دفعة راح تظل، هاي المعلومات تحتاجها. إذن إذا ما حطيتهن يعني باقي دفعات بعد التسديد معناتها صفر أو تعوفها هاي صفر، وإذا حطيتها واحد فمعناته أنت راح تسدد عندك باقي مبلغ بعد التسديد، راح يبقى مبلغ يعني ما راح تسددها كلها، حتسدد مثلا من مليونين حسد مليون و800 وظلك 200 بعدين إذا بقيته واحد. كذلك هنا من عندك سد بداية الشهر لو بنهاية الشهر، إذا حطيته واحد معناته نهاية الشهر إذا عفتها. ف بي ام تي اس هذا مثال مثلا إذا طبقه هنا، مثلا إذا فلنفرض عندك فلو انا ما اتخذت قرض على مصدريتك، اوكي بي ام تي اكتبها شكل، اذا اكتبها شكل راح تعتبرها تكست، وش ما راح تسوي؟ حتى تكتب صحيح احدد السيلز واكتب يساوي بي ام تي، شوف طلعت لي قوة كلش معروفة بي ام تي فانكشن، مش راح احط الرايت، تزيد الفائدة مثلا 6%، 6% هاي فائدة ستة، فائدة مالك جد 6% على كم شهر؟ على خلينا نقول على السنة، لأن أنت إيش كم دفع عندك بالسنة؟ 12 دفعة بالسنة، إذا كل شهرين أنت جاي تدفعها، يعني عندك إذا كل شهرين تدفع على 12، إذا عندك مثلا كل 3 أشهر تدفع مرة واحدة فتقسم مع جهة على 4، كل 6 أشهر تدفع وتقسم على 2، فهمت الفكرة؟ هالشكل هسه كم شهر أنت راح تسدد المبلغ اللي راح تاخذه؟ راح تسدده خلينا نقول 24 شهر، أوكي طبعا دائما بين كل بارامتر عندك تحط فارسة، كنت آخذ مبلغ مليونين، آخذ مليونين دولار أنت قرضت تريد تفتح مدخل، باقي المعلومات ما تحتاجها، يعني أنت راح تسدد بداية الشهر از ديفولت للبنك، إضافة بأنه أنت ما راح تبقي دفعات يعني راح تدرك بس يطلع لك هذا المبلغ اللي أنت راح تدفعه شهري المفروض للبنك، هذا المبلغ شوف إذا قلت أنا أساوي هذا في حددت السعر في 24 شوفوا من طلعت داشات معناته المساحة صغيرة، كبرت المساحة بينكم، راح أنا ما أخذ مليونين ودا أدفع مليونين ومية سبعة وعشرين، يعني هذا كل الفائدة مالي يعني 127,000 دولار أنا دافع فائدة في سنتين. زين إذا أريد هاي الفانكشن نفسها أريد أشوف إذا أسويها مو على 24 شهر، إذا أسويها على أسدد أنا على 36 شهر راح يكتب المبلغ عندي راح يقل، مو حلو لأن يعني دفعاتي الشهرية راح تقل، بس إذا راح تصير فائدة مالها حتى تفهم يساوي لي هذا المبلغ في جلد هسه في جلد من يقول بعض في جلد إذا أريد على 3 سنوات، بس أنا على سنتين أنا إذا أحسب الفائدة، 3 سنوات إيش قد؟ 36 دكتور 36 مليونين و190، بحط الفرق إيش قد دفعت أنا زيادة؟ هاي موضوع فوائد الشيء، هاي فانكشن بسيطة موجودة هي
فهواية عندكم فانكشنز، هاي هواية عندكم فانكشنات، يعني هنا هو يعني طالع بالكتاب. هنا طالع بالكتاب هاي السام الافريج، هاي اذا اريد نعرف الافريج مال عدد الساعات هاي شو اسوي، اريد انا اعرف الافريج نفس الشيء شلت تلفونه. افريج المن مش كاتبان ما يصير هو الأفرج هالقد، الأفرج مال عدد المايلات اللي أوكي بالأسبوع، هالقد هذا الأفرج مال السيارات اللي قاعد تشتغل. الكاونت، الكاونت يحسب لي قد، ترى يعني لازم انتم تعرفون بس يجيكم الأسئلة بالها. الكاونت هو العدد، يعني أنا إيش كم إيش كم سيارة عندي، كاونت يحسب لي ايش كم سيل، واقدر وهذا كله اقدر اضيف كاونت مثلا ويا كونديشن اف بلانك مثلا، يعني حتى السيلات اللي محدده حتى السيلات الفارغه من يحسبها، اذا ما حسبها اذا ما محدد وذ بلانك يحسب لي بس السيلات المتوس ماكسيمم مينيمم هذول هاي البي ام تي عرفتوها المفروض بالاوي اوكي ما يعني سميشن اوكي ها اذا اريد اسوي فانكشن ملاحظه هنا حلوه شوف السؤال ليش ودي احدد ليش خلوه طبعا انا دست وانا بعدني محدد على قديم هي صنف فانكشن في الداخل فطلعت يعني طلعت من فانكشن هسه رجعت بس انا اريد اجمع مو كلهم مو اجمع السيارة كامله مثلا انا اريد اقول هذا يساوي لي سم ارجع عن طريق هذا سميشن ما حيطلع لي دايلوج بحدد فيه ايوه صار انا ما تعجبني هذا الدايلوج بعد اللي بحدد بس تقدر منها تحدد السيلز من دي وين ايش حال انا افضل بالنسبه لي انا افضل انا اقول اريد احدد هاي واريد احدد هالشكل اريد اخذ وهاي هاي شلون اذا راح اجيبه على شكل جسد ما راح تحدد ما راح يتبدل ما حدد لي بس واحد هذا شيء مو صحيح ثم يجي من دي فايل مو صحيح الحل انه اجي احدده ودوس كنترول هولد الكنترول بس اسوي هولد للباوع هولد للكنترول ده يخليني احدد السيلز اللي انا اريد اشتغل عليهم بس هذا انا اللي سميه شنو ما هذا ما عليه طلع لي بدل ما اقعد اكتبهم الفرق بين انه انا هنا لازم اقعد اكتبهم النمبر الاول هالقد النمبر الثاني هالقد واقعد اضيف بيهم ما ابي يعني ما انا هاي هواي اسهل الطريقه من انت تسوي هولد المن هولد الكنترول وتحدد السيلز اللي انت تريد تشتغل واضحه يعني واضح اكو استفسار لحد الان طلاب عندك اكو استفسار فانكشن عندكم هواية فانكشنز يعني هواية اللي راح تحتاجوه اللي وانت اكثر شيء راح تحتاجون باللي اسام الافريج من الماكسيموم الكاونت الكاونت بس اشوف بس هذا اريد ان اعرف الكاونت داون اللي يساوي كاونت هي عبارة عن 60 عندي هنا 60 ترب صارت لي
بقاسه مال التروب مالي سوى 60 تريب بهذا الويك. شوف ايش كنت تفهم انت الديتا مالي. اوكي يعني انت صورت تقول اني مثلا عندي هذول يوزريه او عندي مندوبين مبيعات هذول كل واحد هالقد باع هالقد باع هالقد باع هالقد باع، يقول انا مثلا اني عندي المندوبيني غطوا 60، طبعا باعتبار كل واحد يغطي له منطقه في المحافظه مثلا، غطوا 60 منطقه هالاسبوع. فهمت شلون يعني شلون استخدمت الداتا؟ هاي بكل بساطه تقدر انت اذا واحد قال لك انت ايش كم منطقه انت غطيتها الاسبوع؟ ما تقعد تصفي. يقول احنا غطينا 60 منطقه اسبوع، هذول كلهم عندك 60 سيلز كلهم ما توصل، لان كل واحد غطى كل يوم غطى له منطقه خلينا نقول. وهكذا هل قد باع كل منطقه؟ يا ايش قد باع؟ باع هل قد كل منطقه؟ ايش قد توتال مبيعات؟ يعني تقدر انت هالشكل تفهم الديتا. لهذا ترتيب الداتا كلش مهم وترتيب جدوله كلش مهم. البيانات والديتا كلش مهم التعامل وياها. فانت شلون تقدر تسوي؟ راح شلون تسوي الفانكشن؟ انسي الفانكشن حيطلع لك الفانكشنز الموجوده. اوكي وذن النون فانكشن المشهورات most recent use تقدر لا تطلع all function هذين كلهم. تقدر انت تسوي functions مالك من بضيف الاسم financial function هذول واي يعني. اوكي في عن طريق الانسيت او عن طريق شلون نسوي؟ قلنا label للرينج مالنا نعطي اسم حدد الرينج وتروح على name management وتسوي اوكي هاي منا. نجي هسه اذا هذا الموضوع ما تحتاج نسوي فلتر، انا اللي اسوي فلتر احدده واسوي فلتر. عندك اوتو سام واوتو افرج هذني هم موجودات هنا طبعا تلقاهم ما فاهم. اريد اسوي انا فلتر، هذا فلتر اختاره. فلتر شي حددني مثلا اقول انا اريد البيانات مو كلهم، اريد البيانات بس مال فيكل واحد حق فيكل هاي بيانات 101. لا اريد البيانات المو مال فيكل واحد اريدهم كلهم ما عندي مشكلة، بس اريد بس مال مثلا اجي هنا شوفوا شوفوا بهالصيغة. اذا اريد اقول اريد بس مال موندي ما راح اقدر، ترتيب الجدول هنا ما يساعدني اخذ بس مال موندي. شو اسوي اذا انا واو شوف هاي صار كافي شلون اقول هنا ما اسوي شيء ثاني بيست لأن جسد هو جسد مساحته هناك وراح السلكشن بيست بالعكس. بس صار عندي الفيكل اي دي والمنزل بس اقدر يعني توضح بغير شكل. هذا فيكل اي دي وهذا ماندي يوزر شد. اذا استخدم فلتر هنا اريد بس الماندي هابي انا بس الماندي سيارات المشت نمبر 1 مشت هكيت نمبر 2. لاحظوا انما قبل شويه ما عندي هالشكل ما اقدر اخذ بس الماندي. لاحظوا فرق ترتيب التيبل مالك ولا ترى احتمال يجيكم صيغه السؤال الشكل يعني يقول شوف البيان انطيك تيبل غير شكل ولا تريد بيانات بس مال يوم الماضي. فانت لازم تفكر شو ايش لازم تسوي، ايش لازم تغير بالتيبل مالك حتى تنطيني بيان بس مال يوم الماضي باستخدام الفلتر. واضح؟ واضح عيني هاي؟ لاحظتوا الفرق هسه بين الاثنين ولا لا؟ ترى هذا حيجيكم يعني ايش ايش واضح عندكم؟ نعم دكتور واضح. واضح. قلت انا سويت لانه ترتيب التيبل حكيت لكم اياها من هذيك المحاضره.
كيفية ترتيب التيبل مالك من خلاله يخليك تعرض البيانات بالشكل الأمثل اللي أنت تريده، هذا حسب اليوز مالك، يعني أنت شلون تحتاج البيانات. بكل بساطة أنا هسه أقدر أعرف يوم الماندي عن طريق الفلتر، ما أريد الماندي، أريد أعرف الماندي والتيوزداي حتى أقارن بيناتهم. أو إذا أقدر أقول أنا عندي مثلا فرايدي مثلا باعتباره ويكند ساتر، فرايدي ساتر يعني بالويكند هلكت، فاقدر احسب اقول اذا انت يزيد اوكي قريبات تسوى تسوى دزم بالويكند. مرات انت عندك هالشكل يعني افكار فدك. طبعا ترى مو بس داعم علم الاكسل، انا داعم الاكسل اضافه شلون تقدر تستخدم البيانات بيه حتى انت تفكر ليش الاكسل راح احتاج، وليش انا احتاج اتعلم اكسل، وشو راح يفيدني الاكسل بحياتي. اذا ما تعلمت هالشيء ما راح تقدر تطبق. مرات اريد اتعلم، قلت لكم اياها، مرات انا اريد اتعامل ويا الفاليو هاي مثلا، ويا قيمه الفاليو هاي كقيمه نفس كفاليو. مثلا انا اريد اكتب اقول اريد اساوي لي سم، هاي القيمة F 13 و G 13. حاليا هو راح ياخذها كقيم يعني كجدول كونتر. اذا انا اريد اخذها ك كونستنت يعني 144 و 102، حتى لو استخدمتها بغير مكان، احط قبل ال F احط علامة الدولار سين وراها، يعني نحط بس هو دا يتعامل ويا هاي هناك ارقام، يعني هذا الرقم وهذا الرقم، اذا تغيرت الرقم هذا هو يعني هذا التعامل وياه ككونستانت مو ككونتنت مال هاي السير. هنا دا يتعامل هذا كونتنت، اذا يقول اني بس الاف 30 هذا كونتنت، من حطيته بالدولار ساين يعتبره كونستانت قيمة ثابتة هي 4. في حالة استدعيت الفانكشن بغير مكان راح يسوي لي الفاليو باعتباره هي قيمة 100 144 وقيمة 152، يعني هذني. فعني عندكم هذا الشابتر يعني اخذنا، اكو قاعد به هواي شغلات الوقت ميسر، بس شغلات المهمة اكو بي موضوع كلش مهم، هذا اخر موضوع. يعني هنا مثلا من عندك معادلات رياضية انت تريد تكتبها، مثلا من تقول هذا، يعني هسه انا من دا اقول اريد هسه اطبق معادلة اوكي، كنت بعد طبقوها على البقية. اهم شيء عندكم البرانثيسيز وال يعني شغالات بالاكسل. من انا اجي هذا ما بيبان في هذا اتوقع اي البارانثيسيز تاخذ هي الاولويه. مثلا هسه انا اذا اقول هاي المعادله، هاي حتى تشوفوها بالفيسبوك هوايه عندكم فيها او بالسوشيال ميديا، ايكوال ايش قد هاي، شنو المعادله هاي هنا، هاي لفظه المعادله اكتبوا وياها 4 اوكي بلس 8 multiply 3 minus 6 هاي القيمة ثانية هو 30، بس هو كأكسل شلون فهم، كأكسل شلون فهم، اكتبه فهم. أول شيء اجل parentheses، اول شيء اشتغل عليه اللي هي 4 بلس 8، 4 بلس 8 ايش قد يساوي لي 12، ضربه في ايش قد مالتبلاي، لانه المالتبلاي كوبريشن تجي قبل الماينس، مالتبلاي باي ايش قد باي 3 ايش قد صارت 36، ماينس 6 صارت 30. نفسه هسه اذا اشيل اني بارنثيسيس
22 لاحظت الفرق؟ بشرتها بشرتها اني بشرتها سوى لانه اجى سوى قال 8 multiply by 3. ليش قال 8 multiply by 3؟ الاوبريشن اول شيء للبارانثيسيس بعدها تجي ال multiply بعدها تجي للبلس والماينس فالبريورتي مالها هالشكل فيجي اول شيء لقى اول شيء برايورتي منه ال 8 multiply by 3 42 بعدين منو قبلها جاي من الليف اوكي الفور عندي الفور بلس وياهم اوكي اذا ناتج 48 بلس 4 24 بلس 4 28 اخر شيء ايش بقى لي ماينس ماينس 6 ماينس 6 22 صار الناتج 22 لاحظتوا نفس الشيء اذا سويت هذه العمليه هنا اذا حطيت هنا البارانثيسيس هذه راح تختلف القيمه خلاص 20 صارت فبارانثيسيس والاوبريشن كلش مهمه بالعمليات الرياضيه كلش تحتاجوا تعرفوه هذا موضوع كلش مهم والتقسيم ما راح يجيكم عليه سؤال فانتبهوا عليه هذا الموضوع وكيفيه التوزيع هنا شوف عندك اكثر من بارانثيسيس اللي بالداخل اولويته قبل اللي بالخارج ها سؤال اكو سؤال عادي؟